بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا هذا الملخص خاص بأول مورد متمثل فيه الزلازل ظاهرة طبيعية. قلنا أن الزلزال يظهر في شكل هزات أرضية سريعة قد تدوم بضع ثواني فقط، قد تكون ضعيفة أو قوية تتبع بهزات ارتدادية. وما هي الهزات الارتدادية؟ هي هزات أقل شدة من الهزة الأرضية الأولى، يعني بعد حدوث الهزة الأولى ذات الشدة الأكبر تتبع بهزات أرضية أقل شدة تعرف بالهزات الارتدادية. في كل مرة تنقص الشدة حتى تتلاشى هذه الشدة في الهزات الارتدادية. يسبب الزلزال تشوهات وتغيرات للقشرة الأرضية، قد تكون على شكل فوالق كما نرى في الصورة أو تشققات، وكذلك خسائر مادية، انهيار المباني وتشوهاتها، وكذلك إضافة إلى الخسائر البشرية موتى جرحى ضحايا. المنطقة السطحية الأكثر تضررا بالزلزال عند حدوثه تعرف ب منطقة المركز السطحي، أو تعرف بالمركز السطحي كما نرى في الصورة. على مستواها تكون الشدة قوية. تسجل الهزات المنتشرة عند حدوث الزلزال بواسطة جهاز يسمى بجهاز السيسموغراف، ويقاس مقدار الزلزال بواسطة سلم يعرف بسلم ريشتر. تقع نقطة انطلاق الأمواج في العمق، النقطة الأولى لانطلاق الأمواج الزلزالية في الأعماق على امتداد شاقولي كما نرى للمركز السطحي، وتعرف بالبؤرة. وكثافة الخسائر متعلقة بعمق البؤرة، قد تكون البؤرة بعيدة عن السطح فتكون الخسائر أقل، أما إذا كانت البؤرة قريبة من المركز السطحي للزلزال فإن كثافة الخسائر ستزداد. كذلك كثافة الخسائر متعلقة بنقطة أخرى متمثلة في نوعية ونمط المباني القائمة، فإذا كانت صلبة ومتينة معناها ستقل الخسائر، أما إذا كانت قديمة فواضح أنها ستتأثر أكثر.